بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. نواصل مع دروس الهندسة المستوية. في هذا الفيديو الثاني إن شاء الله راح نشوف المثلثات الخاصة للتريونغل. نبدأ بالمثلث المتقايس الساقين، ويا بالفرنسي نسموه لو تريونغل. تريونغل مثلث يسموه تريونغل ايزوسيل، ايزوسيل و بيان يسموه ايزو اونغل. اذا لاحظوا ان في المثلث متقايس الساقين عندنا النقطة A B و C، حيث النقطة A هي هذه النقطة A هي رأسه، وهذه أي بي سي ها هي القطعة المستقيمة، بي سي هي قاعدته لا باز، سموها لا باز قاعدة. وحيث أن هذه القاعدة وفيه ساقين متساويين، ها هما ساقين متساويين ها، أي لدينا أي رأسه A، ولدينا AB يساوي AC، يساوي AC، والزاوية B تساوي الزاوية C، هاي الزاوية B تساوي الزاوية سي، أي زاويتي القاعدة متقايستان، نقول زاويتي القاعدة متقايستان، وفيه كذلك ضلعان متقايسان أي دو كوتي إيغو. إذن هذا هو المثلث المتقايس الساقين أو المتساوي الساقين. الآن نشوف كيف يمكننا إنشاء هذا المثلث المتقايس الساقين. كاين طريقتين، الطريقة الأولى المسطرة والمدور. ABC مثلث متساوي الساقين رأسه A، حيث AB يساوي 14 سنتيمتر و BC يساوي 10 سنتيمتر، حيث BC هو مدام راه رأسه A، إذن BC هي القاعدة. إذن BC قلنا تساوي، نأتي بالمسطرة لا ريغل، قلنا تساوي 10 سنتيمتر، ها هي هكذا، ونجي نرسم 10، ها هي نرسم، نبدأ يعني ننشئ الضلع BC، ها هي 10 سنتيمتر، ومن بعد واش نجي ندير؟ نجيب المسطرة نحطها له هكذا، نجيب المدور نديرو هكذا. أبي شعل قالولنا فيه يعني فيه 14 سنتيمتر، نزيد ندير المدور على حساب 14، ها هو المدور 14 هكذا. بعد المسطرة نجي نحط المدور هنايا هكذا بالضبط. إذا نطلع المدور هكذا، لاحظوا، ومن بعد نحاول نرسم ندير باللون الأخضر أحسن هكذا، لاحظ من الأحسن، هكذا. ومن بعد نجيب المدور نديرو هنا في هذا الجهة، هنايا ونعاود ندير هكذا، ها بعد المدور ونرسم الخط تاعي، ها هو منا حتى لهنا، ها هو ومنا حتى لهنا، ها هو يعني هكذا يولي عندي A، ها هو A
ب سي أ ب سي أي من 10 سنتيمتر ومن 14 سنتيمتر هذه الزاوية تساوي هذه الزاوية. يعني هذا الإنشاء الأول قمت به باستعمال مسطرة والمدور. الإنشاء الثاني هذا المرة راح نستعمل المنقلة والمدور. راح نستعمل ماذا؟ المنقلة والمدور. إذن ABC مثلث متساوي الساقين رأسه A، حيث لاحظ أعطونا هذا المرة زاوية ABC، زاوية ABC 50 درجة، 50 درجة. هذا المرة أعطوا لي الزاوية والقاعدة BC 10 سنتيمتر. نجي دائما نبدأ بإنشاء القاعدة اللي هي 10 سنتيمتر كما درت من قبل. هنا نستعمل المسطرة ننشئ القاعدة، ها هي 10 سنتيمتر هكذا بعد المسطرة. ومن بعد واش نجي ندير؟ نجيب المنقالة، لاحظ هنا هكذا، ومن بعد نشوف وين جاية الـ50 درجة. ها هي الـ50 درجة، ها 50 درجة نعلم عليها هنا، ها هي 50 درجة. نزيد نجبد المنقالة من هكذا، عفوا هكذا خليها كما كانت هكذا، نشوف وين جاية كذلك الـ50 درجة من الجهة هذه. يعني لاحظ منا كي حسبت منا، حسبت من هذه اللي من الفوق اللي هذو هي 10 20 30 40 50. أما كي نديها في الجهة هذه ونبدأ طالع منا نحسب منا، نحسب في هذا الصغار الداخل 10 20 30 40 50، هاي حتى نلحق وين الـ50، ها هي 50 50. وين في الصغيرة؟ هاي في الصغيرة نعلمها هنايا، ها هي 50. ومن بعد واش ندير؟ نحي المنقالة، نحي المنقالة تاعي، نجي نرسم ها هو الخط ونرسم خط منا كيف كيف، إذن هنا لاحظ يخرج عندي هنا نقدر نحي هذا الزائد هكذا هكذا، ونحي هذا الزائد منا هكذا، يعني نرسمه بقلم الرصاص في البداية، نحي هذا الزائد، إذن يخرج عندي A B C ها هو متساوي الساقين، هاي الزاوية B تساوي الزاوية C حيث تساوي 50 درجة، هذه 50 درجة وهذه 50 درجة. لو جيت وقست هذه 50 زائد 50 100، مجموع الزوايا شحال تساوي؟ تساوي 180 درجة. إذن هذه تبقى لنا تولينا 80 درجة، هاي يعني لو قسناها بالمدور سيبوها 80 درجة. أنا نشوف المثلث المتقايس الأضلاع، نسموه بالفرنسي لو تريونغل تريونغل إيكويلاتيرال إيكويلاتيرال. إذن يعني عنده كامل لي كوتي ديالو، ها سي تروا كوتي اون لا ميم لونغور، ها إذن أضلاعه أو جميع أضلاعه متقايسة، جميع أضلاعه متقايسة. يعني ها هو A B و C أضلاع تاعه كامل في 3 متساويين متقايسين، يعني نقدر نقولوا A B
يساوي AC يساوي BC هكذا. كذلك زوايا في ثلاثة أي الزاوية A والزاوية B والزاوية C متساويين، حيث الزاوية A تساوي الزاوية B تساوي الزاوية C تساوي 60 درجة. تساوي ماذا؟ 60 درجة. هذا هو المثلث المتقايس الأضلاع. كيفاش ننشأ هذا المثلث المتقايس الأضلاع؟ ما علينا إلا نجيب المدور كما راكم تشوفوا، أن نديرو كيما هكا هكا مثلا، لاحظ نحط هنا الرأس تاع المدور ونحط هذه هنايا، ومن بعد ندير هكذا كيما راني درت انا هنا، راني نديرها بالاحمر ها هو هكذا لاحظ، ومن بعد ندير هكذا هكذا، ومن بعد نعاود نرجع المدور في الرأس هذا هنا هكذا، ندير هكذا بعد المدور ونرسم الخط، يعني مع الاول نرسم بيسي الضلع بيسي، ومن بعد كي ندير بالمدور نعين النقطة أ أي الرأس هذا، ومن بعد نرسم لاحظ أ بي ونرسم أ سي. هذا هو الإنشاء تاع المثلث المتقايس الأضلاع لو تريونجل إكويلاترال. الآن نشوف المثلث القائم الزاوية أو المثلث القائم، نسموه لو تريونجل ريكتونجل تريونجل ريكتونجل. لاحظ كما المثلث اللي أمامنا في الشكل، المثلث هذا قائم في أ، قائم في أ. في المثلث القائم لدينا المستقيم AB يعامد المستقيم AC، يعامد ماذا؟ المستقيم AC، حيث الزاوية A تساوي 90 درجة، أو نقدر نقولوا الزاوية CAB هكذا، نقدر نكتبوا هذه ولا هذه نفس الشيء، أي لأن عنده ضلعان متعامدان وعنده زاوية قائمة. لذا مدام A تساوي 90 درجة، إذن الزاوية B زائد الزاوية C تساوي 90 درجة. لماذا؟ لأن مجموع الزوايا، أي مجموع الزوايا A زائد B زائد C يساوي 180 درجة. هذا في كل مثلث مجموع زوايا تكون تساوي 180 درجة. وكذلك عندنا BC الضلع BC اللي هو الوتر، الوتر يعني الضلع بي سي هو ماذا؟ هو الوتر، بالفرنسي يسموه لي بوتينوز، اي بو تينوز. هذا كل ما يخص المثلث القائم الزاوية. بعد ما شفنا المثلث المتقايس الساقين والمثلث المتقايس الأضلاع وشفنا المثلث القائم الزاوية، الآن نشوف المثلث في نفس الوقت القائم والمتقايس الساقين، يعني ان تريونجل ريكتونجل اي ايزوسيل او ميم طون. لاحظ كما هذا هنا في الشكل اللي راهو امامك، عندنا المثلث ا بي سي اللي هو قائم في ا زاوية ا ومتساوي الساقين، ها هو ومتقايس الساقين، حيث لدينا نفس الشيء، أي لدينا المستقيم AB، المستقيم AB يعامد المستقيم AC، ولدينا AB يساوي AC، وكذلك لدينا الزاوية B تساوي الزاوية C،
زاوية B تساوي الزاوية C تساوي 45 درجة. لماذا؟ لأن هنا قائم A تساوي 90 درجة. إذن مدام A تساوي 90 درجة، إذن بقات لنا باقي الزوايا هو 90، لأنه قلنا مجموع الزوايا في المثلث 180. إذن B زائد الزاوية C تساوي 90 درجة، وما دامهم متساويين كنقسموا 90 على اثنان نصيبوا 45 درجة. إذن هذه كذلك 45 درجة وهذه 45 درجة. ونكمل مع المثلث الكيفي الذي هو ليس من المثلثات الخاصة، نسموه لو تريونغل، تريونغل سكالان او ايريغولي، سكالان يعني كيفي، سكالان او ايريغولي هكذا، يعني الاضلاع تاعو ما راهمش متساويين، ها سي تروا كوتي سون دو لونغور ديفيرونت إينيغو، حتى الزوايا تاعو كذلك ما همش متساويين، يعني كذلك لي تروا زونغل سون تينيغو، ليست متساوية. لاحظ معي في الشكل، لاحظ لو مثلا جيت قلت لك مثلا الزاوية بي، الزاوية بي هذه ها يعني A B C تساوي الزاوية B C E، تساوي هذه الزاوية اللي راهي بالأحمر، أي نقدر نكتب أن الزاوية A B C تساوي الزاوية B C E، وكذلك الزاوية اللي راهي بالأخضر هذه B A C تساوي الزاوية A C D، ها هي الزاوية B A C تساوي الزاوية A C D، و C A B زائد أو نقدر نقول أن الزاوية C A زائد الزاوية B اللي راهم داخل المثلث وليست C اللي خارج المثلث ولا A، يعني اللي راهم داخل هذو زائد C تساوي 180 درجة. لاحظ أن مجموع الزوايا في المثلث سواء كان من المثلثات الخاصة أو مثلث كيفي تساوي، نصيبها دائما تساوي 180 درجة. أعزائي الطلبة، إلى أن ألتقي بكم في الفيديو الثالث اللي راح نشوفوا فيه بإذن الله المستقيمات الخاصة في مثلث، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.